بطموح ترسيم التأهل وتأكيد الفوز الأول. يدخل المنتخب الجزائري مباراته أمام نظيره اللبناني يوم السبت لحساب الجولة الثانية من الدور الأول لكأس العرب فيفا 2021 بقطر بنسختها الجديدة الرسمية. أشبال مجيد بوغرة سيكونون مرشحين فوق العادة لتخطي العقبة اللبنانية وإبراز نواياهم في لعب الأدوار الأولى من هذه المنافسة، خاصة بعد الفوز المسجل على حساب السودان برباعية نظيفة في إطار الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة. المنتخب الجزائري المعزز بعدد من أبرز لاعبي تشكيلة جمال بالماضي سيسعى لترسيم التأهل قبل ملاقاة مصر في الجولة الأخيرة، أين سيكون مركز ريادة المجموعة في المزاد. ومن المقرر أن يدخل الخضر مباراتهم الثانية بتعداد مكتمل لتكون الحلول متوفرة لدى الناخب الوطني مجيد بوغرة الذي سيسعى لخلق انسجام أكبر مع مرور المباريات ليكون النسق التصاعدي عنوان الأداء الجزائري على الأراضي القطرية على أمل رفع التحدي وتحقيق إنجاز جديد يثري خزينة ألقاب الكرة الجزائرية.